يرسل بدون سلام يا شيخ. نعم كمان اهلا وسهلا كل بالجميع اللي حضروا اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ابناء الرمث الكرام والضيوف الكرام من جميع الاردن، برحب بكم مضافة أهل العبد العزيز، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا كمان مرة بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوانا هذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله مش هذا قدم شان الصوت بناء على أوامر الشيخ. عند الشيخ يا برياض بالأول خلينا نقرأ الفاتحة عن روح المتوفي وقوفا إذا تكرمت. عظم الله الله يرحمه. مفتي جميل طبعا، وقوف أمام هذه الوجوه الطيبة وهذه القامات وهؤلاء الرجال الذين هبوا من كل حدب وصوب لإصلاح ذات البين ولتكريم واجب المحبة والأخوة بين أبناء الرمثة وضيوفنا الأكارم. الرمثة تراها الآن في هذا المجلس، ترى فيها الكرامة، ترى فيها المحبة، ترى فيها كل شيء حسن. والله يقول والكاظمين الغيظ فوالله كظموا غيظهم. والإنسان مهما كان في أول لحظة وفي أول لحظة يشعر بالغيظ، لكنهم كظموه وما تحدثوا ولا أعطوا أي إشارة تدل على أي شيء غير كرامتهم ومحبتهم كما تعودنا عليه. والعبين عن الناس وهم من علمونا العفو. احنا في ديوان العبد العزيز آل النادر، الناس الطيبين آباءهم وأجدادهم وآباءنا وأجدادنا تخرجوا من هاي المضايق، تخرجوا على المحبة والمودة والكرم والكرامة والتسامح والمحبة. نعم احنا احيانا منهاجم الشباب، لكن بهاي المواقف نجد ان الرمثة تستحق كل الاحترام. فلذلك اتينا الى هذا الديوان العامر، واحنا على امل ومستعدين لقبول ما يطرحوه وما يقولون له اهل النادر واهل العبد العزيز. فما قالوا يوما الا خيرا، وما خرج منهم الا محبة المودة، وما لفظوا الا بطيب يعطر الانفاس. أتقدم منكم جميعا ومن آل العبد العزيز ومن النوادر بأن هذه الجاهة الكريمة التي تضم كل الأطياف، والذي يدل على أن الرمثة عشيرة واحدة، الرمثة عشيرة واحدة، عشيرة متحابة، نحب لأنفسنا نحفظ كرامات بعضنا، كل عشيرة تحفظ كرامات العشيرة الأخرى، ومستعدين لكل شيء. نعم
احنا ملتقدين ونتحمل ونتحدث طويلا، ونوجه كلامنا الى الشباب ان يرحمونا ويتقوا الله فينا، وان لا يعتقدوا وان لا ياخذوا ما يصح مننا على انه ذريعه لهم. احنا متحابين كعشائر، لكن لا نقبل الخروج على القانون، ولا نقبل الفوضى بالشوارع، ولا نقبل الكلام البذيء، ولا نقبل التصرف السيء. احنا هنا مش ندافع عن المخطئ، اذا المخطئ بفكر كل يوم يخطئ وندافع عنه، والله لولا محبتنا لعشائرنا وحفاظنا على اسرتنا وحفاظنا على تحابنا وعلى تشابكنا واخوتنا ونسبنا لتركناهم في غياهب السجون. انما الان نطلب من الاخوان، المكان مكتظ ولا اريد ان اطيل لانه في ناس انتظروا من زمان، طبعا نشكرهم ونعتذر لهم. نقول لابن العبد العزيز والثرين بالنوادر، احنا بين ايديكم، الجاهات تعطيكم ما تطلبون، لاننا على ثقه اننا لن نجد منكم ولن تطلبوا الا ما يثبت انكم انتم علمتونا الطيب والكرم والمحبه والموده. اخواننا الكرام آل النادر، لا اطيل مره اخرى واقول لكم اطلبوا ما تشاءوا والجاه حماله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البيت التي تمثل عشائرها، تلك العشائر التي نعتز ونفتخر بها، حيث نقول لهم بكل ما فينا من محبة واحترام، أهلا وسهلا بكم، وخدومكم عزيز على قلوبنا. التسامح أيها الإخوة، والذي تربى عليه الأردنيون ونسج خيوطها الهاشميون في وطن العز والكرامة، هي ديدن لا نحيد عنه، ولن نقبل أن يعكر صفونا وإخوتنا وأخوتنا وترابطنا حادث سير غير مقصود. فوحدتنا الوطنية شامخة شموخ الوطن الذي نعتز به وبقائده جلالة الملك عبد الله الثاني راعي المسيرة حفظه الله. ولا يفوتني ذكر صورة من صور التسامح الكثيرة من قبل أبناء لواء الرمزة الذي اعتز بكوني واحدا منه، وهو حادث الدهس الذي تعرض له أخي الأكبر وذكرى العائلة، وهو فايز موسى الحسين السمار في نهاية الخمسينات من القرن الماضي أمام مدرسته في مدينة الرمز، وكان عمره لا يتجاوز 18، وذلك من قبل سيارة نقل قش الحصاد يملكها ويسوقها أحد أبناء مدينة ديربان في فلسطين. والله بنذكر هذا الحادث يا مهندس. أنا ولا الشيخ الاختيارية ولا الشباب الداخلين عند مدرسة اللاجئين. أيوه. أنا أقول لك. حبيبي والله يا باش مهندس. مما كرمكم. نعم. تنزل الشمرات وهذا نادر. كرمكم لا يثمن. الله يحييك. اتجاه الرماكي واللواء. الله يبارك فيك يا شيخ. كنتوا جماعة محترمين. حياك الله. تفضل. أمام مدرسة في مدينة الرمز، وكان عمره لا يزال 12، وذلك من قبل سيارة حكينا عنها صاحبة من ديربان بفلسطين ما أدى لوفاته رحمه الله. وتم في ذلك الوقت وعلى إثر ذلك مسامحة السائر وإخراجه من السجن بكل شجاعة واقتدار، لأننا نؤمن بالقضاء والقدر ونحترم الغريب، فما بالكم بالجار والصديق والنسيب من أبناء الرمز ولوائه. من هذا المنطلق ونيابة عن أهل المتوفي رحمه الله محمد سامي النادر وعن عشيرة النوادر الكرام بشكل خاص وعن عشيرة العبد العزيز والزعبية بشكل عام، أعلن التنازل عن كافة الحقوق المتصلة بالحادث إكراما لله عز وجل ولوطن، وإكراما لوطننا، وإكراما لجلالة الملك المفدى، وإكراما للجاهة المبجلة الكريمة. شريطة احتفاظ أهل المتوفي بكافة الحقوق المترتبة لهم من شركة التأمين المعنية بالحق. والله الموفق.
والسلام عليكم ورحمة الله. احنا برضه بنرحب باخواننا السوريين وبنعتبرهم جزء مننا. ايام الله. الان بدنا نشرب القهوه ونوقع الصلح وصدق الصلح، وخليني اقرا عليكم بعدين. هاي فنجان القهوه شربنا وصب القهوه اللي بقول عنها. يلا. جيبوا لك القهوه يا ابو رياض.